السلام عليكم. الكلمات في الألعاب كانت تعتبر شيء أساسي من التجربة، وكنا نشتري المجلات ولا نقعد ندور في المحلات عنها، لكن الأيام هذه تقدر تحصل كل شيء على الإنترنت. فاليوم راح نتكلم عن 5 كلمات سرية أيقونية في صناعة الألعاب. الكونامي كود، هذه الكلمة السرية تعتبر مرجع لكل اللاعبين، واستعملت بشكل كبير مرة من مجموعة من الألعاب القديمة والألعاب الجديدة. لكن اللي ما يعرف فهي اشتهرت بشكل كبير مع لعبة كونترا، لأنها كانت تعطيك 30 محاولة جديدة، وهذا شيء كنت تحتاجه في كونترا لأنها لعبة جدا صعبة. لكنها بدأت أصلا هي مع لعبة جريديوس، وكانت الفكرة من تفكير الشخص اللي اسمه كازوهيسا هاشيموتو، واللي هو كان مطور اللعبة. بسبب وضع هذه الكلمة السرية في اللعبة هو إنه لما كان يجربها خلال التطوير حط هذا الكود في لعبة جريديوس حتى يكسب كل المهارات اللي تقدر تكسبها في اللعبة، ويصير يقدر يخلصها بشكل أسرع. هذه الكلمة السرية المعروفة مرة هي فوق فوق تحت تحت يسار يمين يسار يمين BA. GTA San Andreas، سلسلة GTA بشكل عام ما تقدر تلعبها بدون ما تحط الكلمات السرية. طبعا مو قصدي انه لازم تلعبها بالكلمات السرية، لكن الاستهبال اللي تقدر تسويه مع الكلمات السرية خليك ما ودك تلعبها إلا وانت مفعلها. طبعا اللعبة فيها كلمات سرية بالهبل، في كلمات تنادي لك سيارات رهيبة، وبعضهم تنزل لك دبابات ولا طيارات. ها طبعا غير اللي يقلل ويزيد عدد النجوم اللي عليك من الشرطة، وفيه اللي يغير الجو. طبعا الكلمة السرية اللي دائما أذكر استعمالها هي الكلمة اللي تعطيك درع تزيد دمك، وبنفس الوقت تعطيك كمية جيدة من الفلوس. وهذه الكلمة السرية كانت R1 R2 L1 X يسار تحت يمين فوق يسار تحت يمين فوق. Nights into Dreams، هذه السلسلة بوجهة نظري كانت غريبة شوي، لكن هذا الشيء كان يثنون عليه سيجا وقتها لأن دائما يحبون يغامرون في تقديم أفكار جديدة. للي ما يعرف اللعبة فهي لعبة أكشن من تصميم الفريق اللي عمل على ألعاب سونيك من قبل، وكنت تدخل فيها العالم الأحلام. في هذه اللعبة بتلعب بالنايت اللي راح يطير في كل المراحل، وتحاول تدخل في الحلقات وتنهي المراحل قبل لا ينتهي الوقت. اللعبة ما فيها كلمة سرية تقليدية، لكن فيها أيام معينة يتوفر فيها محتوى معين، وتقدر تلعبه إذا عدلت في الساعة والتاريخ حق الجهاز. فيعني نوعا ما كلمة سرية، لأن ممكن بعضها ما يدري أصلا أن هذا الشيء موجود. كراش تيم ريسينج، لعبة كراش برضو فيها حقها من الكلمات السرية، وموجودة بشكل كبير في كراش السيارات. أغلب هذه الكلمات راح تطلع لك الشخصيات، وهذه الحركة رهيبة لأن مرات ما لك خلي تقعد تخلص كل الأطوار حتى تجرب كل الشخصيات. ومن الشخصيات المميزة تقدر تطلعها كانت فيك كراش، والكود حقه هو أنك تعلق على الـ1 والـ1، تضغط دائرة تحت تحت فوق دائرة دائرة تحت يسار يمين. دونكي كونغ كونتري، سلسلة دونكي كونغ مرت في مراحل مختلفة كثير، لكنها تميزت بشكل كبير مع دونكي كونغ كونتري، وهذا بسبب إبداع الفريق البريطاني رير اللي اشتغل على اللعبة. إبداعهم ما وقف في تقديم رسوم مبهرة للعبة في وقتها، ففي هذه السلسلة راح تسمع ألحان الملحن العظيم ديفيد وايز وتصميم المراحل المصقول اللي تعودنا عليه من ألعاب نينتندو. طبعا في آخر أجزاء السلسلة اختفت فيها الكلمات السرية، والألعاب الفترة الأخيرة بشكل عام ما تحصل فيها كلمات سرية كثير، لأنهم غالبا يبونك تشتري هذه الأشياء عن طريق المايكرو ترانزاكشن. لكن ما علينا، الكود حق دونكي كونغ كونتري كان يعطيك 50 محاولة أو روح، وعشان تفعله لازم تروح لشاشة الفايل سيلكت، ومن بعدها حدد على خيار الإريس، ومن هناك تضغط على الأزرار التالية BARRAL. وهذه كانت مجموعة من الألعاب اللي كان لها ذكريات معنا، ولا قدرنا ننسى كلماتها السرية. شاركونا بالتعليقات بكلمات سرية كنتم تستعملونها كثير في الألعاب. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.